على البساط الأحمر الذي فرشته وهران لضيوفها بطول نصف كيلومتر سار 130 مدعوا من فنانين ومخرجين ونقاد عرب قدموا من كل حدب وصوب. الجمهور الحلو عامل ازاي؟ يعني خطف لي قلبي كده وحسني قلبي مخطوف كده، حاسه انهم بيحبوني فعلا وانا بحبهم. بحب انا سعيده جدا اني انا جايه مهرجان وهران لثالث سنه، بس انا ما جيتش السنتين اللي فاتوا، واعتقد ان شاء الله في تقدم وازدهار مش مصدقه ابدا. وانا كنت اتصور ان عندي شعبيه بالطريقه دي في الجزائر، ده تاج على راسي. وكانت استكمال الوقت المصري بمطار حواري بومتين الدولي رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم محمد مشرارة وممثلون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كبرنا فهمنا الدنيا تبايعنا سول حسابات نملأ المدن الشخصي فقط رئيس الجمهوريه القادم الذي اصر على حضور ابن هذا اليوم بانه يمكن الحضور بسبب pu venir en Algérie pour se faire un match sans trophée et aujourd'hui il prend les deux celui de 2007 et celui de 2019. يعني طبعا الشعب الجزائري، انا الجزائر بصفه شخصيه للدول انا بحبها جدا. جيت الجزائر من ساعه ما نزلت المطار الدنيا حلوه قوي، الدنيا جميله جدا، مش عشان شخصي، لا عشان انا مصري. استقبال رائع لغايه اللطف في المطار، ناس جميله جدا، ابتسامه ضحكه، احنا بنحبوك وبيكلمونا عن كل حاجه جميله في مصر، بيتكلموا عن روح جميله جدا بينا وبين الاخوه الجزائريين. طلعنا من المطار نفس الطريقه، وصلنا للفندق نفس الكلام. ان شاء الله هتصير البعثه الجزائريه بيستقبلوا منها من المطار لغايه الاقامه في الفندق الاقامه بتاعتهم. شعورك بقى انت؟ هو شخص البرز، هو ارزق، هو وعلى فكره الشغل الشامل قال لي اللي شفتك دلوقتي وانا بقول له فوق في الفندق، قال لي انا شفتك، انا شفته وهو ضربك. قلت له الحياة خليلت وما صبويني بقى وكلتي فينا
نصلوا فهمي وفلان شمغتي فلان قلعتي له الدرية وحياته من الفرحة خوارة فلان تلق مرته المسكية زعفكي جابت له البنان صرع عليك يا دنيا فيك حكاية حكاية سنيني وقاعد يحكاية وحيهم اللي بيت أبان عشك دا مقدر سنية اللي تبدلي في الصيفان تعدي فيا غير بشوية عايش عداي كبار ماشي ماشي جارك قال له ربح كي قال له سيدي راه بغيت نتصور قلت له خلاهم باش خلاهم يدخلوا خدموا كاع بلاتيك هي في نشرة لا والو كيف زادت في طريق مر حقهم في مكان ما كانش مسكت حاجة والو من دقة يا رجع حرية بخلي طايح ساب الولاد الشهر يحلم الشهرية يحليل ولاد كبدة الأمي ما مشوية وش سهرت وش ردات على السلبيات كلها بتاعتنا كلها بنقفل عليها دلوقتي. عندنا هدف قومي، هدف قومي اللي هي مباراة مصر. مباراة مصر دي فوق كل اعتبار. هتقولوا لي لازم نهدى، مش هنهدى. بلد المليون نقيض. لا 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 مليون شهيد مليون شهيد. لا لا بص دي بص انا سايب الناس تتكلم زي ما هي عايزه بس بلاش المليون التاني. ها يعني في تاريخ ما نقدرش بينا وبين بلد المليون نقيض. لا 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 مليون شهيد مليون شهيد. لا لا بص دي بص انا سايب الناس تتكلم زي ما هي عايزه بس بلاش المليون التاني. ها بلد المليون نقيض. احنا لازم نقطع الجزائر دي تماما، وده شعب متخلف وحقير. ستاتنا رجاله ورجالتنا ارجل من ارجل راجل عندهم، عندهمش اساسا. ودول ناس بجد شعب مستفز وجبان. احنا عمرنا ما كنا جبنا طول عمرنا. ستاتنا رجاله ورجالتنا ارجل من ارجل راجل عندهم، عندهمش اساسا. ودول ناس بجد شعب ده احنا بنكرههم وبنحتقرهم، ودول شعب حقير ومعروف هم بره، هم اساسا مش قاعدين في بلدهم لان بلدهم مش سايعاهم ومش واخداهم اساسا. هم موجودين بره في فرنسا فوادين وعاهرات في كل حته. هم ناس مش محترمه بالمره، بكبرهم بصغيرهم بعواجزهم باطفالهم. احنا بنكرههم كلهم. كلما يعني اردنا ان ندافع ندافع عن المراه المسلمه، اين يعني هؤلاء النساء اللاتي يدافعن عن المراه بصفه عامه، المراه التي يعني لها مشاكل ومشاكل. انا فوادين وعاهرات في كل حته. هم ناس مش محترمة بالمرة، بكبرهم بصغيرهم بعواجزهم بأطفالهم. احنا بنكرههم كلهم قسما بالله. وبقولها قدام كل الناس، لو لمحت واحد جزائري في الشارع لمحه انا ويضرب لي بقى. قسما بالله لو شفت واحد جزائري في الشارع فنان ضابط ممثل لعيب كرة بلطجي هستشهد عندي سلامه قدامه عادي جدا. سيبكره الجزائريين يتنكدوا ان شاء الله. ان هذا الغرور والصلف الجزائري والاستفزاز والمباهاة بالقوة من قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراة هتلعبها لو هيلعبوها مع دلة ريم، وبقولها من كل قلبي وانا اتحمل المسؤولية. وتاني انا من قبل 3 ايام انا قلت على قناة الحياة ان انا كنت بروح في الجزائر والناس مستقبلين احسن استقبال ومش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص ما بقاش فيه الاخوات وانا اسف ان انا روحت هناك. مرضى من زمان جدا، يعني انت في الجزائر ما تقدرش تطلع من عربيتك تقف لمده 5 دقائق، لازم يا تتخطف يا تتضرب مطوه لانها نسبه ارهاب عاليه جدا. بس انا رحت الجزائر ريهام ما حصلليش كده. ايوه بجد، ده ناس تافهه، ده ناس تافهه، ده ناس تافهه. يعني في ناس تافهه ومجانين، دول تافهه ومجانين ليه؟ لان دول اساسا عشان بلطجه وارهاب وقله ادب وتكسير وسفالة ووقاحة. بلطجة وإرهاب وقلة أدب وتكسير وسفالة ووقاحة. غير قبل كده تعرف الناس دي مرضى، ومرضى من زمان جدا. يعني انت في الجزائر ما تقدرش تطلع من عربيتك تقف لمدة 5 دقايق، لازم يا تتخطف يا تتضرب مطوة لانها نسبة ارهاب عالية جدا. فيهم بجد، ده ناس تافهة، ده ناس تافهة، ناس تافهة. يعني ناس تافهة ومجد. الصلاة على نور عيني سيد الخلق.